السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا التمرين التطبيقي في درس مبرهن فيثاغورس. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين يقول أ ب يساوي 3 قائم الزاوية في أ. إذا علمت أن أ ب يساوي 3 و أ سي يساوي 4 فاحسب ب سي. إذا السؤال الأول حساب ب سي. إذا في التمرين دائما لدينا مثلث قائم الزاوية. إذا حنا ديجا شفنا مبرهن فيثاغورس المباشرة والعكسية، فهنا غنطبق مبرهن فيثاغورس المباشرة. إذا لدينا ديال سنكتب المعطيات. إذا لدينا أ ب سي مثلث قائم الزاوية في أ. من هنا عندنا مثلث قائم الزاوية. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا، دائما خصني نشير لاستبيق المبرهنة لدينا. إذا عندنا أ س مربع زائد أ ب مربع كيساوي لنا الوتر اللي هو ب س مربع. نحن نبحث عن ب س. إذا ب س مربع تساوي، إذا الآن كنعوض أ س و أ ب بالقيم ديالهم. إذا أ ب تساوي 3، 3 تساوي 2، و أ ب و أ س تساوي 4 تساوي 2. إذا إلا جمعنا فغيعطينا 9 زائد 16 هي 25. إذا هنا ب س كتساوي لنا الجذر 25 تساوي 5. هنا ما عطينيش الوحدة في التمرين، إذا ما غنستعمل لا وحدة لا والو. السؤال الثاني حساب أسي. إذا نفس العملية، لدينا ABC مثلث قائم الزاوية في أ. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا أ س مربع زائد أ ب مربع تساوي ب س مربع. إذا المطلوب حساب أ س. إذا أ س مربع و أ ب مربع كنديها في الطرف التالي، كتغير الإشارة هنا. إذا هترجع عندي ب س مربع ناقص أ ب مربع. دابا غادي ندير التطبيق العددي. إذا عندنا ب س هي 3 جذر 11، هذه كاملة أس 2، ناقص أ ب اللي هي 5 جذر 2 كل أس 2. إذا هنا ننتبهو الجذر، فمن كيكون الكل مربع فالمربع ديال العددين بجوج. دونك مثلا يمكن نديرو AB حسب القاعدة AB أس N، فراه كتساوي لنا A أس N في B أس N. إذا الأس ديال العددين. إذا هنا غتعطينا 3 أس 2 ضربها في جذر 11 أس 2 ناقص 5 أس 2 في جذر 2 أس 2. إذا 3 أس 2 هي 9، 11 ناقص 5 أس 2 25، وجذر 2 أس 2 هي 2. إذا هنا 99 وهنا 25 في 2 هي 50. إذا إلا درنا عملية الفرق غتعطينا 49. إذا أسي تساوي الجذر ديال 49. ما ننساش راه ديما كيكون عندنا أسي مربع كتساوي 49، إذا خصني نحسب أنا أسي ماشي، إذا خصني ندير الجذر. إذا الجذر ديال 49 كما كتعرفوا راه 49 هي 7 أس 2، إذا هي 7، 2 كتمشي مع الجذر كيبقى لنا 7. إذا أسي تساوي 7.